ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لكل الناس. ولو كنتوا لسه بتشوفوا القناه لاول مره، ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا علامه الجرس للكل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. ويا ريت محدش ينسى اللايك على الفيديو عشان يترفع. وبالنسبه للناس المشتركه عندي في القناه وما بيوصلهاش اشعارات بالفيديوهات اللي انا بنزلها، لان انا ملاحظ دوت ان اقتراحات الفيديو ما بتوصلش، فالناس اللي بيظلها الفيديو بالصدفه يا ريت تلغي الاشتراك في القناه وترجع تشترك من تاني علشان يوصل لها اي اشعار انا بنزله ان شاء الله باي فيديو انا جديد بينزل على القناه. طبعا احنا دلوقتي اخر النهار اهوت، انا علفت الطيور. طيب انا بعلفهم ايه؟ انا بعلفهم بواقي الاكل اللي بتتبقى عندي في البيت، عليهم كام رغيف عيش على سرس، وبلفهم كلهم بشويه ميه. ودوت الاكل اللي انا معتمد عندي بقالي سنين في تربيه الطيور، وما شاء الله بوصل لاعلى معدلات تحويل واكبر كميه انتاج للبيض. ده الرومي اهوت، اديكوا الفرخه بتوعي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ولاد الفرخه السوداء بتاعتي لو تفتكروها، الاتنين دولت الفرخه كانت بتبيض، بضيت لي 6 بيضات وبعد كده حصلت الشطه اللي عندي، فانا رقدتهم تحت البطه والحمد لله كان ليا نصيب في الجوز دول بس. اما الرومي التاني انا شاريه من بره، اللي هو الرومي بقيت الرومي دوت، بس ما شاء الله برضو سلاله رقد حاجه زي الفل. ده الديكا. طيب موضوع حلقتنا بقى النهارده عن ايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي البط بتاعي. انا العلف خلص من عندي اخر شويه، كنت حاطط لهم الظهر، هو الوقت عمال يصوصو زي ما انتم سامعين كده. هنشوف مع بعض دلوقتي انا هاكله ايه، لان حاليا النهارده الحد، انا ما اعرفش الفيديو هينزل لكم امتى. النهارده الحد، فالراجل اللي انا بتعامل معاه بجيب منه العلف بيجي كل يوم 2 في الاسبوع، فانا بجيب منه بالشكاره وبديله حاجه كل اسبوع. تمام، يعني ما بديلوش حق الشكاره كامله مره واحده، انا بديله مبلغ كل اسبوع وبجيب منه الشكاير كده. تمام، فطبعا انا مش هشتري النهارده كيلو علف ب 24 جنيه، هو كده كده جاي بكره. فتعالوا نشوف بقى احنا دلوقتي اهوت، حتى والله قران العصر شغال. نشوف مع بعض انا باكل ايه بقى. انا الفرخه الهندي باضت اهي، طبعا انا قفلت المكان عشان ما تخشلوش تاني، ولسه بفتح بطتين وقام. طب خش 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 خش، شايفين البطه عمري 9 ايام بسم الله ما شاء الله. شايفين البطه يومها ب10، الاتنين بقى اللي وقعوا تحت دولت ربنا يستر، لان الحته اللي تحت دي اصلا متضرره. فانا هقفل واجي لكم تاني عشان ما يقعوش على السطح اللي جنبي. الحمد لله رجعتهم، لان انا عندي لو هتلاحظوا مصاد فاخره هناك هنا ورا البتاع ده، هي حته من الطوبه مكسوره، فسهل جدا ان اي بطه او اي حاجه صغيره تقع من الحته دي. وطبعا انا في السادس، فلو وقعت يبقى عليه العوض. طبعا مخلصين العلف اهو، والبط جعان جدا زي ما انتم شايفين، عمال بيقرقر في ايديا. بس طبعا هنتعامل مع ده كله وهنشوف دلوقتي انا مجهز لهم ايه ياكلوا لحد لما العلف يجي. ويعتبر اللي انا بديه لهم ده في نسبه بروتين 19% وفي نسبه كبيره قوي من الفوسفور، وكمان نسبه عاليه جدا من الكالسيوم. وبالمناسبه عايز اقول لكم، بس نحط لهم بس كده الاول مع بعض، نشيل لهم دول بقى، دول طبعا اللي انا بعلفهم فيهم. انتوا شايفين مكانهم نظيف والبط نفسه نظيف. طبعا اهم حاجه في تربيه البط بالذات النظافه، المكان نظيف البط هيكبر معاكم بسرعه ومش هيتعب منكم ولا هيجيله اسهال. طبعا عايز اقول لكم ان لو كنت بربي في مكان الارضيه بتاعته مثلا من السلك او الكلام ده، كان هيبقى ده منظر. طبعا انا بنضف دي يوميا، كان هيبقى ده منظره كده، ان البط بالذات بيحتاج نظافه عشان يكبر معاكم بسرعه. تمام، طيب نيجي بقى نشوف مع بعض انا هعلفهم ايه. مش لسه الايتين دول بس كده في جنب، ونجهز لهم دي كده علشان احط لهم فيها الاكل اللي انا هحطه. ده برسم اهو متخرط، اتفرجوا بقى على اللي هيحصل زي ما انتم شايفين. تعالوا كده اهو ونشوف ردة فعل البط. زي ما انتم شايفين البط جعان، جعان هياكل، البط مادام جعان هياكل معاكم اي حاجة. فما شاء الله الاقبال عليه زي الفل. طبعا دولت مستغربين لسه،
بس هيجوا كلهم على الاكل الوقت وهيخلصوا. انا مخرط لهم برسيم كده طبعا، اي حاجه تشبعهم بس لحد بكره ما نجيب ان شاء الله العلف. شايفين ما شاء الله الذكورة، يعني بسم الله ذكر عمري 9 ايام ما شاء الله، معدل التحويل بتاعهم ممتاز ممتاز ممتاز. ده طبعا لا بيقف على العلف ولا على الاكل ولا على الكلام ده، بس هو بيقف على السلاله نفسها. السلاله نفسها لما بتكون الاهالي حجمهم حلو والاهالي عاليه بيطلع بطه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني حتى بصوا النوت، يعني دي انت يا بني يعني، تمام شايفين حجمها. عايز اقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما طلعليش ولا دكر بني، كل اللي بيطلع عندي بيطلع نوتي. فطبعا ان شاء الله يطلع لي دكرين بني كده ولا حاجه. طبعا البطه الرصاصي راقده والبطه البني راقده معايا حاليا، فان شاء الله يطلع لي منهم ذكوره كويسه، ابدا ان انا اسيب منهم دكرين مع بعض يبقوا التكسين. طبعا عندي الدكر الرصاصي زي ما انتم عارفين، بس انا نفسي يوم ما اسيب دكرين بصراحه، بس انا هسيب كده كده الدكر الرصاصي يعني، تمام. فزي ما انتم شايفين الاقبال على الاكل ممتاز طبعا، بسبب ان مفيش علف النهارده انا خرطت لهم برسيم، تمام. عايز اقول لكم بقى ان البرسيم نهايه الموسم بتاعه هتبقى في يعني في نص اربعه، اخره معانا شهر 5، يعني اخر اربعه هيكون البرسيم خلاص خلص، لاني بدأ بقى في زراعه القطن والكلام ده. فطبعا الناس اللي بتربي طيور نصيحه تلحق الكام شهر دول تجيب برسيم، لان عايز اقول لكم طول ما البرسيم موجود طول ما معدل التحويل بتاع الطيور هيبقى عالي، ان البرسيم فيه بروتين 19% وفي حوالي 12% كالسيوم و5% اللهم صل على النبي. كنت لسه شايفها حاليا تقريبا، وبروتين 19 وكالسيوم ب12% وفي حاجة تانية كانت 5%، ايه هي انا مش فاكر، تقريبا فوسفور او معادن حاجة زي كده. المهم ان يعتبر البرسيم البروتين بتاعهم قريب شوية للعلف، تمام. فما شاء الله بيدي للطير الصغير معدل تحويل كويس جدا. يعني الناس برضو اللي مستغليه العلف وكده، لو عملوا طاقة علف وطاقة برسيم زي ما انا كده عملت النهارده، طبعا مأكلهم الصبح علف ومفطرهم علف، وبالنسبه للبرسيم خرطت لهم اخر النهار اهو. فطبعا الناس اللي حابه تعمل طقه وطقه، البطه هيجي معاها عادي وهيكبر معاها، ويومه هيبقى بيومين ما شاء الله، بسبب نسبه البروتين اللي هياخدها من هنا ومن هنا، فنسبه البروتين بتاعته هتبقى كويسه ومناسبه ليهم ان هم يحولوا معايا بسرعه، تمام. فطبعا العلف دوت انا ان شاء الله الشكاره اللي هجيبها بكره هجيب شكاره علف 21%، وهجيب نص شكاره 23%، لان خلاص البط ده عمره 10 ايام، انا ببدا ان انا اغير له العلف على 25 يوم، يعني بعد 15 يوم ان شاء الله هبدا معاكم في تغيير العلف، تمام. زي ما انتم شايفين ما شاء الله المكان نظيف، البطه نفسها نظيفه، شكلها نظيف، البطة حجمها بسم الله ما شاء الله الله أكبر. وعلى فكرة لو قفلت اللمبة عليهم حاليا مش هيحصل أي حاجة، خلاص بقى عدوا مرحلة الخطر بتاعتهم، مادام جابوا ال9 أيام أو 7 عمان معانا، لأن البط غير بقية الطيور كلها، البط بالذات بيستحمل. فطبعا اللمبة ديت أنا ممكن إن أنا أقفلها لهم الفترة الجاية ديت، بس إن شاء الله لما يكملوا معايا ال15 يوم هشيل لهم اللمبة خالص، تمام. اول بقى ان شاء الله ما يجيبوا معايا ال20 يوم هبدا ان انا اغير لهم المكان ده خالص، وهنزلهم في الارضيه اللي هم فيها حاليا ديت، والمكان ده هتبقى بيته بس اليوم كده اللي هو بيتهم فيها بالليل، عشان طبعا زي ما انتم عارفين ان الفراخ عندي بتبات في العشه الكبيره ديت، بس بقى ليه الفراخ هم اللي يباتوا فيها، تمام. فان شاء الله على عمر ال15 يوم ابدا انزل دولت على الارضيه كده، بحيث ان طبعا المكان الواسع بيفرق برضو في حجم الطير وبيخلي الطير يحول معانا بسرعه. فعلشان كده انا ان شاء الله لما يجوا معايا ال15 يوم ابدا ان انا انقلهم من المكان ده، والمكان ده يبقى بيته بس لهم كده دوت، يباتوا فيها اخر النهار، هتبقى نظيفه وكل حاجه. وشايفين حتى السلك نفسه شايفين مفيش وسخ، مفيش اي حاجه، لان طبعا انا يوم ما عملت البوكسه ديت كنت مقرر ان انا اعمل فيها الارضيه سلك بالطريقه ديت، عشان لو ربيت فيها اي نوع طيور ما تتعبنيش في التنظيف والكلام ده كله، يبقى كله نازل على بعضه. بفك وكمان الحته ده اهي اللي هي اللي فوق ديت، هفك حاجه من هنا، تمام، وهعمل درج تبقى في العشه اللي فوق دي. ليه؟ لان طبعا الرومي انا فارش له زي ما انتم شايفين بطانيه قديمه كده، عشان طبعا ما يعملش حمام على البط.
لكن اول ان شاء الله هعمل درج هنا بحيث ان انا اشيل بقى ديت وتبقى الارضيه سلك عادي، والبراز والفضلات بتاعتهم تنزل في الدرج بتاعهم وما يوسخوش الدنيا ولا يوسخوا ولا يوقعوا حمام على البط الصغير ده. تمام، فهو ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.